أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، تقييمك اليوم لقوة جماعة الشباب الإرهابية في الصومال عندما انسحب الجيش الأمريكي من الصومال في بداية هذا العام 2021؟ ارتفعت وتيرة الهجمات الإرهابية، لكنها مؤخرا انخفضت بشكل ملحوظ، وشهدنا تدهورا أيضا لهذه الجماعة وانشقاقات كبيرة في صفوفها ودعوة أيضا للانسحاب منها. تقييمك أيضا لحجم قوتها؟ مساء الخير وتحية للمشاهدين الكرام. خسارة حركة شباب المشاهدين الصوماليين التي كانت تسيطر في السابق على ثلثي الأراضي الصومالية لدليل على رفع اليد عن التمويل المختلف الذي كان يصل إلى هذه الجماعات الإرهابية في جنوب الصومال. وإضافة إلى رفع اليد من طرف رجال الأعمال وبارونات القات، وكذلك الآتوات التي كانت تفرض بالإكراه على السكان، وكذلك خسارتها لميناء تسمعه، وكذلك التهريب بين جنوب الصومال وكينيا، كلها يعني أدت إلى انشقاقات متعددة داخل حركة الشباب المجاهدين. وإضافة إلى هذا خسارتها لزعيمها أحمد عبدي غدان، وكذلك تمرد الكثير على الزعيم الجديد أبو عبيدة، فكل هذه العناصر أدت إلى هروب الكثير من عناصر الحركة وانضمامها إلى الجيش الصومالي. ففي سنة 2009 كان عدد العناصر الحركة يقدر بين 5000 و9000 عنصر. استغلت الحركة ضعف وفقر الشباب في الصومال لاستقطابهم وتوظيفهم داخل الحركة. نعم. إلا أن الجيش الإفريقي الحاضر والذي مكون من الكينيين والأوغنديين وكذلك دول إفريقية أخرى أوغندا ورواندا استطاعوا تقزيم حركة المجاهدين